الاهلي بينفي اي مفاوضات مع عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي، وبيقول ان هو مفيش تفاوض معاه. الاهلي كمان النجم الساحلي بيوافق على شروط الاهلي خلاص لرفع الايقاف، وموسيماني فتره الراحه بيمدها 10 ايام. هنا هقف بقى عند الجمعيه العموميه للنادي الاهلي تاني، وهقول لكم شويه اسرار وكواليس كده. موسيماني هو نجم الشباك في النادي الاهلي. يعني امبارح كميه الناس اللي جم كلموني على موسيماني، يا كابتن موسيماني ما تجوش على موسيماني، انا برد اقول والله العظيم ما حد ايده قدي. يعني اكيد ده بقى موضوع يخص حد غيري، ما حدش، انا عمري ما اعترضت على موسيماني، انا على طول شايفه مدير فني كبير، فدي ما كانتش بتاعتي. الحته اللي وقفت عندها كتير مع الناس في الجمعيه العموميه، قالوا لي حاجه انا يعني ما فكرتش فيها او كنت بفكر فيها على احيان. قالوا لي يا كابتن مع احترامي يعني ليكوا، خلونا نتناقش في حاجه. بتنادوا كتير جدا على كهربا، كنتوا بتنادوا كتير جدا على صالح جمعه، كنتوا بتنادوا احيانا كتير جدا على طاهر، هو انتوا عايزين ايه؟ انا بنقل الحديث، يعني اكيد دلوقتي الناس اللي وقفت معايا امبارح اكيد هم دلوقتي سعداء جدا لان صوتهم معايا على الشاشه بما يرضي الله، يعني ما فيش احراج حتى من اللي قالوه. فقلت لهم عادي يعني النجم لازم نسال عليه. فقالوا لي انتوا عملتوا من صالح جمعه اسطوره كرويه وهو ما بيلعبش، يعني صالح كان قاعد على الخط سنتين وانتوا قاعدين بتنادوا عليه، وفي ناس مموته نفسها في الملعب ما جبتوش سيرتها. يعني اتكلم على اللي بيتالق. انت تفتكر يا كابتن ان كهربا مدغدغ الدنيا في التمرين وان اداؤه اكثر من رائع وهيكسب الاهلي 5-0 وموسيماني حطه في دماغه ما بينزلوش؟ فما ردتش. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا لي يعني اللي حضراتكم دايما بتقولوه في الاعلام، تسال على كهربا، فين كهربا؟ فين فلان؟ فين هو ده ليه؟ يعني بتبقى عايز توصل لايه؟ في النهايه انا مدير فني، اللي بيكسبني هنزله، ما بيكسبنيش او النهارده مش جاهز معايا، له كل الاحترام كهربا وكل لاعب، ولكن مش جاهز مش هيلعب. اتكلم على اللي بيلعب، اتكلم على اللي تألق. اللي تألق هو النجم، اللي تألق هو السولية، اللي تألق هو ديانج، اللي تألق هو بيرستاو، اللي تألق هو ايمن اشرف، الشناوي، دول الناس اللي في الملعب. لكن انا ببقى بلعب كلاعب، ده اعضاء الجمعيه العموميه بتوع النادي الاهلي اللي بيقولوا لي انا بتألق كلاعب، واجي بعد كده في المؤتمر او اجي بعد كده وانت كاعلام بتتكلم ما تجيبش سيرتي انا اكرم توفيق، او انا كاي لاعب وتدور على كهربا صعب. فقلت لهم برضو وجهة نظر سليمة ووجهة نظر تحترم، وجهة نظر تحترم. الناس امبارح قالوا لي احنا داعمين جدا وعندنا ثقة كبيرة جدا في موسيماني، وعندهم ثقة ان موسيماني ده هو مشروع مانويل جوزيه الجديد، ده مش انا اللي بقول، ده اعضاء الجمعية العمومية هم اللي بيقولوا، وكلامهم دلوقتي انا كله اعتقد ان انا وصلته، لان هم اللي انا شفته امبارح ده يستاهلوا ان كلامهم دايما يوصل. دي أخبار النادي.